اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة مع بعض الماتيريال بتاعنا نقدر نقول العدس المصري ومن الأرض الطيبة في أي مكان في الدنيا بيتكلم مصري، ولكن مع الشيف المغازي النهاردة هيعملوا شوربة بطريقة مبتكرة، شوربة العدس بالطش. مفيش حد أحسن من حد. طشة الملوخية، طشة الفتة، طشة الكوارع، أما العدس المصري بتاعنا لازم وقفة معاه لما نيجي نشربه شوربة، أكيد ليه وقفة خاصة في أيام الشتاء والبرد القارس. هنعمله شوربة النهاردة بالطشة، لا بالشعرية ولا بالرز ولا فتة. هنشوف نعمله مع بعض إزاي، أكيد تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا رز النهاردة بالفول الأخضر أو الفول الحراتي، دي المسميات بتاعته. الفول الأخضر بتاعنا الجميل بيبقى ليه موسم طبعا اللي هو فيه دلوقتي، نقدر ناكل القشرة بخضرها وجمالها. لما بيتحصد بيتقشر طبعا ويتصدر ونستخدمه في حاجات كتيرة، فول مدمس يتعمل مع الفتة، نعمله طبعا مدمس في رمضان الشهر الكريم، بنخزنه حاجات كتيرة للفول، بنعمله بصارة. هنشوف نعمله النهاردة ازاي مع الرز المصري، رز بالفول الأخضر أو بالفول الحراتي، بالتأكيد مع المغازي برضو لتركيا. نيجي عند البطاطس عشان أطفالنا الحلوين الأكلة المفضلة ليهم، وأنا شخصيا وكلنا اتفطمنا عليها، بالتأكيد بناكلها مقلية بناكلها صينية، ولكن النهاردة هنعملها بالكزبرية برضو بطريقة مبتكرة جديدة. هي البطاطس ما فيهاش أي حاجة، سلقناها وقشرناها بعد ما اتسلقت. وليه سلقناها يا مغازي قبل ما نقشرها؟ عشان نحافظ على النشويات اللي موجودة فيها والكربوهيدرات، وتسيبها لما تبرد وتقشريها. أكيد حلقتي فيها تفاصيل كتيرة، معلومة غير معلومة، مش بنطبخ وبس، بنستفيد كمان معلومات طهوية توصلنا المطبخ سعادة، لأن مفاتيح السعادة هي في جيبك، هو المطبخ. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. فول حراتي، فول اخضر، مسمياته مختلفه، ولكن تعالوا نشوفوا مع بعض نعمله ازاي. رز بالفول الاخضر، والله العظيم انا لسه واكله امبارح ويمين يحاسبني عليه ربنا، عجبني قوي، كيفت منه فحبيت اعمله النهارده. للامانه انا كنت هعمل حاجه تانية بس كيفت منه عملته فهعمله النهارده. ما دام بتحب بتعرف ان انا بحب عليك كمون كده بعد ما يطلع وبتاع وشويه خضره، لطيف جدا. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. فول اخضر اهو زي الفل اللي بيتباع على العربيات وزي الفل تمام، وجيب الحبايه الخضراء الجميله بلاش الصفراء وبالشكل ده كده، والبلدي الجميل الحلو اللي معانا ده كده. تعالوا نشوفوا نعمله بقديره رز مصري، فول اخضر من خير ارضنا، بصل وتوم، شويه كمون، شويه كزبره، ملح وفلفل، معلقه زيت زيتون، ومعلقه زبده وسمنه، ودي اختياري برضو، حبه بالزبده وبالسمنه اختياري. حلو. الزيت في قلب الطاسه، وجبنا الخلاصه، حلو. معانا بصلايه حلوه، انا بصراحه عايز بصلايه اقطعها شرايح، مش عايز البصلية الناعمة، أقطعها كده بالشكل ده كده، وعايز البصلاية تحمر معاكي بسرعة، هقول لك على سر دلوقتي كمان. جميل جدا. وهي على البلانشة كده يا ست الكل، رش عليها ملح صغير كده، يا ويلي هو ده، شوية نعناع يابس عشان عينك، والبصل ومية البصل وحرارة البصل، ده نعناع يابس، ونفركها كده. كل يوم هتتعلمي مني حاجة، بعون الله، خلي بالك. أول مرة أعملها. بصلاية ما قبل بحطها في الطاسة، فركتها بالملح وشوية نعناع يابس. حطها في قلب الطاسة كده مع شوية زيت، إذا شميت ريحة بصل هنروح من بعض فين؟ كومنت كده على التواصل الاجتماعي صفحة أكلة أمي. زي الفل، ناخد البصل كده، هو ده. يا ويلي، هو ده. يلا. هنصبر عليها شوية كده على ما نقمع الفول ونقطعه مع بعض. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا البصلية هنا مختلفة، دي تاكلها نية. تعملها سندوتش في الرغيف كده وتاكليها. واخدة نعناع يابس، واخدة إيه؟ رشة ملح حلوة، خد الطعم. حلو أوي. ما هي البصلية دي أساس الكشنة في المطبخ العربي. المطبخ الخليجي الكشنة، سموها كشنة. بصلة متقطعة بالطريقة دي بتاخد طماطم، بتاخد فلفل حار، بتاخد حبان، بتاخد هيل، وتاخد لومي، وتاخد قرفة، بالشكل ده كده اسمها الكشنة. بتتقدم مع الرز البرياني أو الكبسة أو المشغول أو المندي.
او المسجوف وهكذا. نقلب البصلايه كده زي الفل. نيجي للفول الاخضر بتاعنا حبيب قلبي ده. خلي بالكم احنا معانا شويه شبت هنا هنحتاج لهم. ناخد الفول ده كده ويتقطع بقى. في اختيارين، يا اما ان احنا نفصصه وناخد الحبايه الحلوه، لو مش اخضر يعني، لو اخضر قطعيه كده. كانت برضو امه الله يرحمها تعمله بالفول بالطماطم يخنه بالتخديعه حكايه. الفول الاخضر ده يتعمل بالطماطم حكايه، ودي اكله مشهوره في قلب الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من المبنى العملاق مازبيرو. شوف طبعا اساس الله عليك، طبعا يتجاب ويتشال العرق اللي موجود هنا ده كده. جيب لي التفاصيل دي كده الله يخليك مخرجنا الجميل. اهو ده متشال اهو زي الفل. خلي بالك الاخضر منه قوي 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 ما بتلاقيش، دي بتلاقيها كده ايه خضره ما بتتشدش. الفول اللي بدا ينشف بتلاقيها موجوده، اللي هي الايه الشعرايه اللي بتبقى هنا دي كده. خلي بالك اهو دي مش موجوده الحمد لله، واحنا شايلينها. وتتغسل كويس، وبعد ما يتغسل يتنشف يبقى معانا بالشكل ده كده. واتعمل تخديعه على النار، بصله تومه، معلقه صلصه، طماطم مضروبه في الخلاط، وتسيبها لما تتسبك، وسقط الفول ده في قلبها. احلى شويه شوربه فول وفول. ننزل بالفول ده كده يتحمر مع البصلايه. حلو. انا تقولي لي بقى لحمه مفرومه ولا لحمه ضاني ولا الجو ده كده؟ الاكله دي عندي الحكايه حكايه، ملهاش يعني حل معايا. تاكلي طبق قد كده ولا تقلقي منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الصعيد المصري والريف المصري مليان خير، عشان كده الواحد لما بينزل اجازه ما بيبقاش عايز ارجع. جو حلو، حياه جميله. فطير مشلتت، عسل نحل، عسل اسود بالطحينه، جبنه قديمه، جبنه قريش، الكشك لنا موقف معاه ان شاء الله هنعمله بتفاصيله، كشك احمر، كشك ابيض، كشك بالدجاج، كشك باللحم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ كل ده فول اخضر؟ اعملها مع اطبخيها كده دلوقتي وقسميها نصين. هتعملي رز بالفول النهارده، تاني يوم تعمليه مع الطماطم. تعملي جنبه شويه رز بالشعريه. يا ويلي. هو المطبخ ايه يا اخوان؟ المطبخ ده ربنا سبحانه وتعالى وزع نعمه على البشر بالتساوي. سبحان الخالق. خلي بقى عادل. ولكن احنا كانسان وكبني ادم خلق فينا عقل، خلق فينا تفكير، خلق فينا ابداع، خلق فينا ان احنا نقدر نعمل كل حاجه بتفاصيلها. شفت البصلايه؟ عوطت الفول الاخضر ازاي؟ مصر في مصر. بصله. ايه الحلاوه دي؟ لسه ما خلصتش. حلو قوي. طبعا الملح اللي انا حاطه على البصلايه هو اللي هيخلي الفول ده اخضر دلوقتي. لسه ما خلصتش. معايا شوربه على النار بتغلي. لا يا عم فاروق، شوربه عدس هتحطها هنا ازاي؟ انا مش قلت لك انت مش بتحب المطبخ ولا بتخش المطبخ؟ مخرج بيقول لي يا شوربه العدس، شوربه العدس هتحطها هنا برضو؟ تحط الشوربه دي، البوكيه جرنيه ده، الميه اللي بتغلي على النار دي اللي فيها جزر وفيها بصل وفيها توم، خلي بالك. دي شوربه العدس، لسه هنكملها بعدين، لها تفاصيل تاني. سنه شبت صغيره على النار. الشبت ليه مغازي؟ عشان بيعالج مشاكل الكولون. اللي عنده مشكله مع الكولون مع الفول، مع ان الفول الاخضر ما فيش اي مشكله منه، خلي بالك ده غني بالالياف والبروتين. هو غني بالياف وبروتين وكل معادن وكل حاجه لغايه كده. لما يبقى فول عادي متشوش يبقى بروتين نباتي، بس بيبقى برده مع شكل مع الكولون، خلي بالك. بس ده ما عندوش مشاكل كتير قوي لانه فيه خضار. زي الفل. ننزل بالميه المغليه، اللهم صل على النبي، ونخليه ياخد غلوه على النار. بعد الغلوه بننزل بالرز. ايه التفاصيل الحلوه دي النهارده يا مغازي؟ غلوه على النار ونسيبه، ما ورناش حاجه، لسه عندنا شغل تاني. شوفي بقى الحته اللي جايه دي بقى كده، شفت بقى اللي جاي ده؟ هو ده الكلام. فص توم اهو اهو يتحط يا مغازي ني. فكرة عمل الكبسة، فكرة عمل البرياني، فكرة عمل المندي، فكرة عمل المشغول، بنحط الفص التوم الني في قلب الرز بعد ما يكمل سواه. هو ده. ونسيبها تغلي. هتلاقي طعم الشوربة ده حكاية.
ما تحمريش التومه هنا، خلي بالك اهو، ونغطيها حلو زي الفل، ونكمل مع بعض شوربه العدس على الفول ما ياخد غلوه على النار عشان ننزل بالرز المصري. لازم رز مصري يا شيف؟ والله نقدر نعمله بالرز البسمتي او الرز المصري حسب الرغبه، الاثنين مش هيقولوا لا. تعالوا نعمل طشه العدس بتاعتنا. الرز طبعا خلي بالك هنا شطاره المطبخ ومهارتك في المطبخ، ازاي توزني ما بين كميه الميه اللي انت حطها على الفول. شوفوا بس الموضوع هنا عشان لما اقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد لها كلام. والفول الاخضر فيه سوائل، فهنا عيار الميه ما يخنكيش عشان الرز ما يعجلش. انا عايز في قلب الطبق حبيت الرز تقول انا رز مصري والفول يقول انا فول مصري، يعني ما يبقاش معجن معاكي خلي بالك. اه شفت الحبات؟ اه تني قلبيه كده لغايه لما ميته تنشف واثر عليه النار، يوم ياكل في بعضه بقى، تلاقي حبايه الفول دابت في الرز وكله داب في بعضه كده من الحب والشغف مع بعضهم كده. هو ده اهو اهو اهو، ونغطيه يا عم الشيف. اه ريحه الشبت طالعه منه زي الفل. اه تحبوا تطلعوا فاصل يا شباب ولا نكمل؟ يلا خلينا ناخد بعضينا مع طبق رز بالفول الاخضر بيتكلم مصري، شوربه العدس النهارده على طريقه الشيف المغازي لها خبرتها الطهويه. ما تنسوش النهارده هعمل سلطه البطاطس على طريقتي وحقوق الطبع لدينا وبس من مزبيرو. اوعى تروحوا بعيد. الطاسه دي تسخن؟ طب خلينا نغرف الشوربه لان لازم الطاسه تكون سخنه معايا. اخبار الرز ايه؟ يا سلام شويه رز بيتكلموا مصري. بص على الحلاوه بقى، شوف حبات الرز تحس ان هي بتتنافس مع الفول وتعلي صوتها. فول يقول لا 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 انا سيد الموقف. اه شفت الرز ظهر ازاي؟ اه اهم حاجه انك تظبط الميه بتاعه الاكله دي بالذات لان الفول فيه سوائل. الميه بتاعه الخضار بتاعه انت مش حاطه فول ناشف هتدمسيه، خلي بالك. اه شفتي؟ اه اه الفول الناشف بيشرب الميه وعشان كده بنزود الفول لما نيجي ندمسه ميه مغليه. لما تيجي تدمسي الفول دخل علينا الشهر الكريم ان شاء الله والشهور الفضيله والايام الحلوه كل يوم هنسحر فول، فلازم تيجي تدمسيه. تدمسيه ازاي؟ سلقتيه على النار وتحطي جنبه ميه مغليه، كل ما ينقص ميه تزوديه ميه مغليه. زودتيه ميه بارده يا ست الكل يا امي يا خالتي الفول هيسود منك، يبقى انت سبب في سواده خلي بالك. لازم تغلي له ميه عشان يبقى كهرمانه. الرز كده جاهز معانا. بصراحه عايز احط له مكعب زبده يدي له لمعه. انا امي الله يرحمها كانت تحط معلقه سمنه على وش الرز بعد ما يستوي، ما عرفتهاش غير لما كبرت. ليه؟ ليه حبيت الرز بتلمع زي العيون اللماعه كده. اه ليه؟ هي تحطها وتغطي الحله. انا اعمل زيها اهوت رحمه الله عليها واغطي الحله بس، اسيب الزبده بقى تسيح على الوش اقلبها واغرف على طول. شوف الزبده على وش، هو ده هو ده اهو الزغليل، هو ده اهو. بص على الرز، شوف اللون الرز وجمال الرز. الزبده راحت فين؟ راحت مطرح ما راحت. اهو اللهم صل على النبي. تعالوا نغرف البطاطس الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله طبعا الحلو ده كده يقعدوا معانا على السفره. الرز بهوا زي الفل. ناخد بقى شويه كزبره خضراء. شفت بقى التركايه دي؟ اهو هو ده. ليه يا شيف الكزبره الخضراء بعد ما استوى الرز؟ علل ولماذا؟ عشان خضار الكزبره يغطي على خضار الفول. اهو الله الله على الريحه، الله على الجمال. اهو بيتكلم مصري. لسه اصبر، هات من تحت. اهو ايه الحلاوه دي؟ تحت زي فوق. تقول لي شويه كل اقلب الرز، احنا بنلعب. الاكله بحطها على النار وبنساها، تفاصيلها جوايا قبل ما وانا بشتري الخضار. يلا نغرفه مع بعض، اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه بالله عليك، بص على الحلاوه، شفت الشقاوه؟ الفول الحراتي بتاعنا في قلب الرز، يتنافسون الاثنين على الطعم الحلو. لا تقولي بقى رز باللحمه المفرومه ولا رز اللي هو بالخلطه، لا ولا كبد ولا كلاوي ولا الكلام ده خالص. تاكلي منه بألف هنا وشفا، صحي معلقه السمنه البلدي والزبده زي ما انت حابه. ألف هنا وشفا.
السفرة بتاعتي هنا قبل كل حاجة فيها الاكتمال الغذائي اللي هو العناصر الغذائية، بروتين موجود، نشويات موجودة، ألياف موجودة، كربوهيدرات موجودة، بروتين حيواني موجود. يا راجل ده انا قلت انك انت اتعلمت مني كتير. بيقول لي وانا مش شايف فراخ. يا راجل مش انا حاطط سمنه بلدي؟ وهي السمنه البلدي طالعه منين؟ ما هي سمنه حيواني طالعه من البروتين النباتي، فده بديل حلو. مطبخنا على شاشه القناه الاولى له تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تقدر تعملوا سفره لطيفه وجميله ولكن بحب، رؤيه، فن، ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.